حباب الروقي يحييكم وكيتمنى لكم الصحة والسلامة وطول العمر. الفيديو ديال اليوم اخوتي حتى هو غيكون سبيسيال، بحيث غنهضروا على واحد الفئة اللي كتجبد لقمة عيشها من فم السبع. هاد الناس اخوتي كيخدموا ليل ونهار، خدمتهم فيها ستريس وتمارة، ما كيتسناو لا دعم ولا صدقة من عند الدولة. هاد الناس اخوتي هما التجار والبياعة والشراية، بحال لي فورنيسور المواد الغذائية واصحاب الفرارن ديال الخبز واللي كيفرقوا السلعة على الدروغريات. وما نساوش الناس اللي كيقدموا لي سيرفيس بحال صحاب لي كافي موبيل اللي كيتكلفوا عنا انهم يانستاليو البريسات القهوه ولي بانو سولير، بحيث كيخدموا بجنب الطريق، جات الشمس تحرقهم، جات الشتا تفزقهم. هاد الفئه اخوتي عندهم ما يكفيهم من الصداع والمشاكل وفرع الراس، داكشي علاش خصهم طوموبيل مرضيه الوالدين تكون رخيصه في الشراء وشاصيها بلاندي ومتين وموتورها قوي وفيابل، ما يشوفوا عينين ما يقيسوه يدين. وكيف ما عودتكم اخوتي حاولت نقلب عند حبابنا وصحابنا الجابونيين اللي معروفين بالجوده والحديد الزين، ولكن اخوتي للاسف الشديد هاد السيجمون فلتات ليهم وما عندهم حتى شي موديل اللي كيحمر الوجه من غير شي محاولات ديال الله يحسن العوان، بحال اللي دارت التويوتا بالبرو ايس اللي مبازي على السيتروين بيرلانغو، والمحاوله اللي دارت النيسان في الان في 250 اللي مبازي على الكونغو، والمحاوله ديال هوندا في الان فان اللي كتشبه لاي حاجه من غير الطوموبيل. داكشي علاش اخوتي غنربطوا الاتصال بحبابنا الفرنساويين اللي صنعوا لينا الاير 4 فورغونيت واللي تعرفات عندهم بالبولونج غيفان، بحيث ولات هي السياره الرسميه ديال اصحاب الفرارن اللي كيبيعوا وكيفرقوا الباكيت. الانتاج اخوتي ديال هاد الاير 4 فورغونيت اما حبست حتى 1993 وترومبلاصات بالرونو اكسبريس اللي تبازات على الدوزيام جينيراسيون ديال السوبر 5. اما الا بقالنا شويه الوقت اخوتي غادي نعيطوا حتى على خوتنا الطليانيين موالين الدوبلو فيورينو ولا حتى الالمانيين اللي معروفين بالكادي والكومبو. قبل ما نبداو نقطعوا نفصلوا في هاد الانسات اخوتي، ما تنساوش تابونا وتلايكيو الفيديوهات وتبارطاجيوه مع بكم صحابكم. يلا اخوتي بلا ما نطول عليكم على ضيفاتنا اللي تبين على ان الزمان ما كيدي منهم لا حق ولا باطل، رحبوا معايا وبحراره على الرونو اكسبريس داسيا دوكر الفيات فيورينو. نبداو اخوتي بافضل خيار بالنسبه للناس اللي عندهم ميزانيه محدوده واللي هو الرونو اكسبريس. الجينيراسيون اللي غادي نهضروا عليها هي الاولى واللي بدا الانتاج ديالها في 85 والتروستيلات في 91 وتعاودت التروستيلات في 94 باش تشد التقاعد ديالها في 2000. وكيف ما قلنا اخوتي ان هاد الاكسبريس مبازي على الدوزيام جينيراسيون ديال الاير 5، بحيث الفاز الاولى اللي كانت ما بين 85 حتى 91 كانت كتجي بالموتور ديال الان 6 لتر ديزل يخرج لينا 54 عود و102 نيوتن متر ديال الكوبل. الزيرو اسو هنا اخوتي كيدير في 17.8 ديال الثواني والسرعه القصوى في حدود 130 كيلومتر في الساعه. بالنسبه للكونسوماسيون فكتوصل حتى 6.6%، وهذا الشيء بسبب اخوتي البواطه فيتاس اللي فيها غير 4 ديال الفيتاسات. هذا تقول يا اخوتي تقدروا تغلبوا عليها بالانجن سواب، بحيث ترون بلاسي وهاد الان 6 لتر بالان 9 لتر دي سي اي اللي كيخرج في الميغان الاولى وكيخرج لينا 102 ديال الخيل و200 نيوتن متر ديال الكوب. ولا بكل بساطه تلصقوا ليها الموتور اللي كيخرج في الدوزيام والتروازيام فاز واللي هو الان 9 لتر ديزل ار تي كيخرج لينا 63 عود و118 نيوتن متر ديال الكوب. الزيرو اسون كيتدار في 16.5 ديال الثواني والسرعه القصوى في حدود 140 كيلومتر في الساعه، وكيجي اسوسي بالبواطا فيتاس مانيوال 5 ديال الفيتاسات. هذا الموتور بالضبط بياسو موجود، بحيث خرج في الكليو والكونغو والسينيك واللاغونا، اما ثمنه كومبلي في لافيراي ما كيفوتش 3000 درهم. الخدمه فيه سهله واي سيكليس ولا ميكانيك يقدر يخدم فيه، داير بحال الان 5 لتر لواحد ان تي ديال تويوتا، تقدر دير ليه الزيت المحروقه والمعاوده الثقيله والخفيفه، بدل ليه الفلترات ولا ما تبدلهمش اي كاع. ونزيدكم اخوتي ان هاد الاكسبريس مطلوبه في اوروبا وكنعرف بزاف ديال الناس مازالين خدامين بها وكيدوزوها في لافيزيت تكنيك بكل سهوله. هاد الناس اخوتي اللي كنعرف كيعملوا بالمثله اللي كتقول واي تشينج ات اف ات ستيل وركينغ. الحكمه منها اخوتي هو علاش غتمشي تسلف وتكلف باش تشري مثلا الاكسبريس الجديده وتخلي هاد القديمه اللي رخيصه وتقدر توصلك فين ما بغيتي وايكونوميك من الفوق، ما خصها لا اديتيف ولا ادبلو ولا زيت سانتيتيك ولا فول سانتيتيك. ما عدا الا كنتي باغي تشد بها 180 كيلومتر في الساعه وتدبر على البروسيات والتعاون مع الدوله. وباش نتاكدوا اخوتي من المتانه والصلابه ديال هاد الاكسبريس اللي كانت كتباع بالسميه ديال الرابيد بالمانيا، ما كاين ما احسن من واحد الصديق فرنساوي سميتو سيرجي تيبريكولي في اي حاجه، منو ميكانيك
يكو بلومبي وصبغ وسودو ورجليجي. المهم اخوتي سبع صنايع والرزق ما ضايع. الاكسبرس اللي كانت عنده اخوتي موديل 86 مولات الانسيس ليتر 54 عام، وكيقول على انها براتيك بحيث فاش كيبغي يخرج ويتسارى بالفاميلا كيطلع البونكيطارير وكيركبهم كاملين بكلابهم ومشاشهم، اما فاش كيبغي يدير شي انترفونسيون دو بريكولاج كيهبط البونكيط وكيهز الماتيريال والدوزان د الخدمه وكيتحرك. فهاد 36 عام اخوتي اللي دوزات عنده هاد الاكسبرس ضرب بها 490 الف كيلومتر. ملي سولته على واش يقدر يتفارق عليها ويشري الموديل الجديد قال لي شريها انت، اما انا ما عمري نتفارق على البانيولا ديالي. المشكله اخوتي اللي لقى واللي لقاوه كاع الناس اللي شراو هاد الاكسبرس هو السخونيه خاصه في الصيف. والحل هنايا ساهل ماهل، اول حاجه هو الجوانكيلاس اللي خصو يتبدل كل 4 سنين ولا 5 سنين ماكسيموم. ثاني حاجه اخوتي هو تستعملوا الليكيد دو رفرواديسمون مول ميكس 50 50. ثالث حاجه اللي خصكم ديروها هو تانستاليو رادياتور كبيره خاصه اذا كان ديال الالومنيوم والديول باس، الشيء اللي غيخلي الماء يدور في الرادياتور لمده طويله ويبرد زياده على اللزوم. كاع البلان اللي زوين اخوتي في هذا الاكسبريس هو لي طاجمون ديال البواطا فيتاس اللي تدار على اساس الثقل والجران بحيث لي رابور كيجيو قصار بحال لي لاصايك باللورينج ولا الفيتاس الثقيل ديال الكاميو. وما نساوش اخوتي على ان الكاروسري دغيا كيتصدى خاصه اذا كانت معاوده في الصباغه والتقابي ديال الدريناج مسدودين بالسونطوفير. والحل هنايا هو البرودوي اللي فات هضرت لكم عليه واللي سميتو الانتي جرافيوناج. بالنسبه للثمن اخوتي فكيتراوح من 3 د المليون الا كانت موديل قديم وكلا الدق ومدوز السيرار، وكيطلع هذا الثمن حتى ل 6 ديال الملايين بحال هذا الحمراء اللي كتشوفوا موديل 97 الديوانه 2007. موتورها كيبانش وصباغتها دوريجين وطولتها زيرو بولاج. والنادي اخوتي على المنتوج الوطني داسيا دوكر اللي كنعتبرها انا احسن فان يقدر يشريها الانسان للي عنده للي ما عندوش. هذا الدوكر اخوتي اتنتجت حصريا في المصنع ديال الرونو في طنجة وتبريزونتات في كازا بلونكا اوتو شو عام 2012 وشدت تقاعدها في 2021، كما انها تباعت في اوروبا وتركيا وبطبيعة الحال شمال افريقيا. وعندها اختها كتباع بالسمية ديال الرونو دوكر في الشرق الاوسط وروسيا. هذا الدوكر اخوتي اسم على مسمى بحيث كتعني بالعربية التعرابت الخدام والمانوفري، وفي الحقيقة ما كتبوش فبتعديلات بساط في السسبونسيون والرونفورسمون ديال الشاسي وببنوات كبار وعراض تقدر تهزو فيها اي حاجة وتجرو بها اي حاجة، لدرجة اخوتي انها كاين ناس ردوها ميني كامبر وجهزوها بالالكتروميناجي ولي بانو سولير والريفريجيراتور وكاع داكشي اللي يحب الخاطر بحيث تقدروا تضربوا بها الطريق الطويلة والفيراجات والطلاعي والهباطي الشتا وصيف. وهادشي كامل اخوتي بسبب القليب الحي اللي فيها واللي هو الان 5 لتر دي سي اي كيخرج لينا قوة متواضعة في حدود 85 عود، ولكن بسبب الكوب اللي فيه واللي وصل ل 200 نيوتن متر كيقدر يحقق المعجزات. وحنا كاملين عارفين باللي اهم حاجة خاصها تكون في طوموبيل ديال الجران والهزان وتمارة هو التورك وماشي الهورس باور. ما علينا، الزيرو اسون كيتدار في 15 ثانية والسرعة القصوى في حدود 162 كيلومتر في الساعة والكونسوماسيون في حدود 4%. بالنسبة للتجهيزات اللي تقدروا تلقاو فيها على حساب اش من فيرسيون غادي تاخذوا، واش الفان ولا الكروسوفر. الفيرسيون ديال الفان مثلا كتجيب لابيس والايرباك كوندكتور وليدو فريناج ديرجونس والريتروفيزور الكتريك والراديو بالكيت بلوتوث والبريز جاك واليو اس بي. اما بالنسبة للفيرسيون ديال البوبليك بحال الكلاس والامبيونس بلوس والستيب وي تقدروا تلقى فيهم الريغولاتور والليميتر دو فيتاس الرادار دو ستاسيونمون والكاميرا دو ركو والجوان 16 بوس والسيستيم ديال لانفو ديفيرتيسمون والميديا ناف والايرباك باساجي وزيد وزيد. هذا الطوموبيل اخوتي مجتهدة في مادة السلامة، واخا تحصلت على 3 ديال النجيمات انا متأكد انها غتحمي الركاب ديالها في جميع انواع الحوادث، وهادشي بسبب الشاسي اللي مبازي عليه واللي هو البي او بلاتفورم اللي ديفلوباتو الرونو مع النيسان واللي كيخرج في النيسان تيرانو اللي كتباع في روسيا والاس يو في جديدة الرونو اللي سميتها الاركانا. وما نساوش على انها ثابتة في الطريق وفي السرعات العليا وحتى في المناورات ديال الغفلة. وباش نتأكدوا اخوتي من المتانة والصلابة ديال هاد الدوكر درت واحد المجموعة من الاتصالات مع ناس كسبوا هاد الموديل وضربوا به تمارة ووصلوه لليميت ديالو. ونبداو اخوتي مع واحد الاخ اللي كسب الدوكر موديل 2012 الفينيسيون لوغيات مولات الان 5 لتر دي سي اي 90 عود في هاد 7 سنين ضرب بها 220 الف كيلومتر وكان هو اللي مكلف بلونتروتيان ديالها. ومنين كيحصل كيديها لعند واحد الكراجيست انديبوندون وكيقول على ان هاد الطوموبيل مسلوخه ومحيده ليها الجلده بحيث كاع الطوله ديال الشاسي باينه من الداخل وكيتشكى من التجهيزات القلال. هاد السيد اخوتي عجبو الكونسوماسيون اللي ناقص والموتور اللي فيام ولي رونجمون الكتال اللي كاينين في الانتيريور وحتى اللوك ديالها اللي اوريجينال، كما انها اخوتي كيتشكى من البيبان الكوليس اللي تقال وصعب في السدان والكونفور اللي ما كاينش بالمره بسبب الصداع ديال الطريق والريح والصوت ديال البنوات، كما ان اخوتي لاحظ البوراج اللي بدا كيبان في الكاروسري لتحت ولا
واحد على ان صباغه الباراشوت كتقشر والبلاستيك ديال الطابلو اللي بدا كيخيا في اللمسه. اش اللي خلاه في 2019 انه يبيعها ويشري البيرلينغو؟ الشهاده الثانيه اخوتي غتكون عكس الشهاده الاولى اللي مولاها عزيز عليه انه يتشكى ويعمر السوق. بالنسبه لهذا الاخ اخوتي شرى الدوكير موديل 2015 فينيسيون ستيبوي، كيقول لانه في الاول كان متردد في الشراء ديالها بسبب الهضره ديال الناس، ولكن اخوتي من مورا 12 عام الحدس ديالو ما خابش. الطوموبيل طلعت زينه وكونفورتابل وسكوتيه في الطريق واقتصاديه وفيابل من الفوق، بحيث عجبو السيستم ديال الميديانوف والكاباسيتي ديال الشارج والبيبان اللي كيتحلوا بالكوليس والكوفر اللي كيتحل على جوج والكوبل ديال الموتور اللي كيخليه يشارجي الطوموبيل حتى لزدكادك ويكسيري بيها وهي عامره في لوطوروت والفيراجات وكانه ما هز والو. وبطبيعه الحال الرابور كاليتي بري اللي مستحيل بالنسبه ليه تلقاه في شي بلاصه اخرى. بالنسبه للثمن ديالها اخوتي الصراحه زوين وكيبدا من 7 ديال الملايين اللي تقدر تجيب ليك الفيرسيون ديال الفان ولا الصندوق كيف ما تيقولوا السماصريه. الموديل غيكون من 2016 الفوق والكيلومتراج من 150 الف كيلومتر للفوق، بحيث تقدر تلقى فيها لي زيرباك ولي فيتر الكتريك والكليماتيزاسيون من الفوق، ولا عندك شي زهر كاع تقدر تلقى فيها الميديا ناف. رانا دابا اخوتي ندوزو لطاليان ونشوفوا شنو وجدوا لينا. هذه المره اخوتي ما غاديش نعيطوا على الدوبلو ولكن على اختها الصغيره الفيورينو، وبالضبط الجينيراسيون الثالثه اللي بدات في 2007 وشدت تقاعدها في 2021 في اوروبا وجات تخدم عندنا من جديد بالفيرسيون كوميرسيال الى اجل غير مسمى. هذا الفيورينو اخوتي كتشارك البلاتفورم والديزاين ديالها مع الرام 700 والبيجو بيبر والسيتروين نيمو اللي تقلبات في واحد التيست ديال المناورات الغفله. اما من مورا الروستيلاج ديال 2016 كاملين ولاو تيبارطاجيو نفس الموتور ديال الفيار واللي هو الان 3 لتر ميتيجات كيخرج لنا 75 عود و190 نيوتن متر ديال الكوبل. الزيرو اسون كيتدار في 15 ثانيه والسرعه القصوى في حدود 155 كيلومتر في الساعه، كما ان الكونسوماسيون في حدود 4.3% وكتجي اسوسي بالبواطه فيتاس مانويال 5 الفيتاسات. بالنسبه للوزن اللي تقدروا تشارجيو عليها الشركه كتقول على ان ما خصوش يفوت 610 كيلو مهزوزه و600 كيلو مجروره. هاد الارقام اخوتي تقدروا تحسنوهم الى زدتو دي روسور سوبليمونتير انتيليجون اللي كيخدموا مع لي روسور دوريجين. فحال ما كانت الطوموبيل خفيفه الشيفور ما كيحس حتى بشي تغيير، اما الى تشارجات هنا كيتدخلوا هاد لي روسور انتيليجون بحيث كيهزوا الكاروسري زياده باش ما يقش في الروي. هاد الفيورينو اخوتي كتجي بجوج ديال لي فيرسيون، الكارغو اللي فيها غير جوج بلايص وكتجي بالفيتر الكتريك والايرباغ ولا بيس. الكليماتيزاسيون هنايا اون اوبسيون وساويه 7200 درهم. اما بالنسبه للفيرسيون ديال الكومبي كيجيو فيها خمسه ديال البلايص واللي كتجيب واحد السيستيم ديال السسبنسيون فورسي على الكارغو، وهذا اخوتي هو الفرق الوحيد اللي يقدر يخلي الواحد انه ياخذ الكومبي في بلاصه الكارغو، ما عدا الا كنتو غتاخذوا الباك اوربان اللي فيه سيستيم دي كونترول ديناميك ديال ستابيليتي باش ما يوقعش لكم موقع السيتروين نيمو. الفيات اخوتي عايشه في عالم الاحلام بحيث كتحسب لا كودوار والرادار دروكيل ب 6000 درهم. هاد 6000 درهم اخوتي تقدروا تجيبوا بها فوتويات ماشي غير تكايه، وتقدروا تجيبوا بها السونار ماشي تا الرادار. هاد الفيورينو اخوتي هي وتريكتها جايبين المعدل فيما يخص ماده السلامه، بحيث تحصلت على 3 ديال النجمات في التيست ديال الاورو انكاب، وكتوفر 59 الحمايه للركاب ديالها البالغين و 74% بالنسبه للدراري الصغار و 55 الحمايه بالنسبه للراجلين، كما ان اخوتي كانت كتوفر على 29% من لي زيد دو كوندويت اللي كانوا في 2010. وباش نتاكدوا اخوتي من المتانه والفيابيليتي ديال هذا الفيورينو درت كيف العاده اتصالات مع الناس اللي كسبوها وعاشوا مع المشاكل ديال موتورها. ونبداو اخوتي بواحد الشهاده ديال واحد الاخ كوميرسون في شركه ديال الفارماسوتيك اللي عاطيه هذا الفيورينو باش يديبلاصا بها. الموديل اللي عنده اخوتي هو 2018 اضرب بها لحد الان 235 الف كيلومتر، 60% منها في لوطوروت ولونتروتيان كيتدار في الكونسيسيون ديال الفيات، وكيقول على انه في 40 الف كيلومتر الاولى بدا كيشم ريحه المازوت في لاكابين، خاصه ملي كيطلق الريسيكلاج دير ومنين داها عند الكونسيسيون، بحيث هو اللي مكلف بها بقات عندهم 7 ايام وبدلوا ليها الدينامو والبواتي ديال البريشوفاج ولي بوجي والباتري. وفاش سولهم على المشكل اللي كان تهربوا من الجواب بحجه انهم ما عارفينش. اما في 90 الف كيلومتر طرا ليه نفس البلان، الريحه ديال المازوت ولات في لابيتاك، ومنين داها ليهم اخوتي خلاوها عندهم شي ايامات وعلموه بانهم بدلوا البومبا ديال المازوت، علاش الله اعلم. اما من وراء هادشي ب 30 الف كيلومتر السيد بدا كيسمع التقرقيب في جويه الشين ديستريبيسيون. هنا الناس ديال الفيات قالوا ليه بلا الكاليطه ديال الطوندور عيات وديكالات الموتور وفي الغالب خاصو يتبدل، وداكشي اللي داروا النيت. غير هنا يا اخوتي البلان اللي طرا ان الفيات ما بغاش تحمل المسؤوليه وما بغاش تاكسبتي البريزون شارج. من جهه اخرى اخوتي الشركه اللي خدام فيها هاد السيد خلصات الدوفي دي ريباراسيون اللي كانت فيه 7000 اورو. الخبر صار هنا يا اخوتي ان من نهار فاش بدلوا ليه الموتور ما طاح عنده حتى شي ديفو وكيمشي يدير غير البيدونج وتبدل الفلتر.
الفترات، وقال لي على ان المسؤولين في الشركه ومعولين العام الجاي منين يوصلوا طوموبيلاتهم للعام الخامس ويكونوا توتالمون امورتي، غيبدلوا كاع البارك اللي عندهم بالرونو اكسبريس. ايوا يا الحباب، الحلقه اليوم سالت، نتمنى انها تكون عجباتكم وفاتكم، وميعادنا ان شاء الله يتجدد من هنا واحد اليومين، وهذا الشيء كامل اللي قلناه اخوتي غير باش تعيشوا الحياه وبلا صداع الميكانيسيانات. اتهلاو.